هنا في هذه المنطقة اللي طالبين واحد العدد ديال التجهيزات باش تمكنهم من الولوج أحسن إلى البحر وتحسن لهم الحياة اليومية، اللي وزارة الصيد البحري غادي تعمل يعني واحد المشروع اللي هو مندبج معهم على حسب يعني الطلبات ديالهم باش الإمكانيات تكون متاحة للصيد يعني في أحسن الظروف. وكيظهرلي بانه هذا من يعني معروفه الفيلاج ديال تغازوت بالمكان ديالو وبالنوعيه ديالو، ولازم المحافظه عليه، وكذلك يكونوا برامج اللي هما مسطره داخل الحكومه باش نعاونوا هذه الفئه اللي هي في كتستحق ان تكون المعاونه تمشي لها ديريكت، لانه هي اللي كتخطر وهي اللي كتشتغل وكتشتغل بجديه حتى يكون الصيد يعني المنتوج البحري يوصل للمواطنين في المدن. هذا اللقاء هو جد مهم لأننا كنعطيو فيه النتائج ديال واحد طلب العهود فيما يخص الأكواكولتور في جهة ديال سوس مسا، اللي عطى نتائج اللي هي جد مهمة. 400 مليون ديال الدرهم ديال الاستثمار اللي غادي تكون، يعني أكثر من 60 مشروع، أكثر من 600 ديال خلق ديال مناصب الشغل. القطاع ديال الأكواكولتور هو قطاع جد مهم، عنده مكانته في البلاد. الحمد لله أن عندنا الآن عملنا 5 ديال البلون داميناجمون يعني في جميع المناطق من الشمال إلى أقصى الجنوب، واللي عطاو نتائج مزيانة بحيث أنه كاين إمكانية باش تعطي 380 ألف طن اللي هو الضعف ديال داكشي اللي كان في المخطط ديال أليوتيس بالاستثمارات. وكاين واحد هادشي كيتعمل بفضل طلب العروض وبفضل كذلك باش يتهتموا الشباب لي كوبيراتيف بهذا الاستثمار، والوكالة الوطنية ديال الطبيعة ديال الأحياء المائية تساندهم وكتساندهم كذلك الجهات اللي هي يعني احنا موجودين فيها. تم تخصيص عدد مهم من المشاريع للشباب المقاول، أولا من أجل خلق فرص الشغل، ولكن أيضا تمكين الشباب للولوج إلى عالم اقتصادي يعني ديال اليوم وغدا إن شاء الله، لأن بيكون هذا القطاع يسجل في إطار التنمية المستدامة التي يريدها صاحب الجلالة، والتي هي أيضا يعني الرؤية العامة للعالم بصفة عامة. كيفاش يمكننا نواكب هاد الشباب؟ هناك مواكبة خاصة أو يعني تصور خاص للشباب، أولا عبر التكوين، وبدأ التكوين أكثر من 500 شاب، 520 شاب وشابة اليوم هما في طور التكوين من مختلف الجهات المملكة، من الداخلة إلى هناك شباب من الداخلة، شباب من الحسيمة، وشباب أيضا من مناطق أخرى. ثانيا المواكبة الاقتصادية، لأن هناك نوع من التشجيع أو الدعم المادي والمالي لهاد الشباب عبر مثلا ما تم إنجازه في قانون المالية ل 2018. هناك كانت ليكزونيغاسيون دو لا تي فيا على لي زانترون، المواد اللي كتدخل في تربية الأحياء، في إنتاج تربية أو في تربية الأحياء المائية. ثانيا أيضا كانت هناك يعني أون ريدكسيون ديال لي دوا دوان على لي زانترون أيضا إلى وصلت ل 2.5%. وثالثا هناك لا شارت دانفستيسمون لمواكبة المقاولين بصفة عامة. وأخيرا هناك أيضا مواكبة مادية ودعم مادي لعدد من جهات المملكة، كيف ما شفنا اليوم رئيس جهة سوس مسا اللي كيعلن على 20% ديال الدعم المادي للمقاولات الصغرى أو المقاولين الشباب. إذا هناك وبطبيعة الحال آخر نقطة هي التأمين أيضا. إذا هناك مواكبة، سوف تكون مواكبة أكثر قربا لهذا الشباب. aussi de l'infrastructure de débarquement des routes.